السيده راه مشى الضحيه، هو بنادم راه غادي يموت، واش بنادم ما غاديش يموت؟ ولكن خصو يموت على خاطره، والله هو اللي كيقبض الارواح. ماتت اسيدي هذيك السيده كاع عندها القواطر، عندها هنا قرجوط تضرها، داوا الكلينيك، داواو الكلينيك بحال غادي يمشي واحد باغي يذبحوا شي عتروس ولا شنو هو، ما هوش بشر. السيده دارت العمليه، قالوا العمليه راه ماتت، شويه دازت الغد عيطوا على عائلتها قالوا تعال ربق حيه، واش هذا كلينيك ولا بيار؟ دار ما هوش كلينيك هذا، واش ثم اللي مشى موريزكو؟ لا سير شد النوبه، السيده كتنزف عام الاول السيده ست شهور وهي كتنزف مسكينه. تا الدري عندنا حنا هرب كاع ما بقاش بغى لا صحافه لا والو، قال لك هذا اللهم ان هذا منكر. هذيك الماركه كتكون من اولياء الله، ما كتخنز ما كدير، كيفاش من اولياء الله؟ من اولياء الله كيفاش؟ نعم 8 ايام، لا 4 لا 4 البارح جات البومبيه، جا السيد الوكيل، جا الامن الوطني، جا سميتو، جبدوا السيده دار بهم بن احمد عمار كامل، ما كاينش منين تحط الريال لا الحتيم السما ما يطيحش في الروضه، بحال قلتي لعبه البارسا ولعبه تشيلسي ولا لعبه بشار. قلت لك نقول لك واحد بن احمد كامل، البوليس كتجار والقيدي تجار، المخازنيه تجار، ما كاينش منين تطل. ملي جبدوا السيده تبعناهم لهنايا، شي كيصيفط فينا هوك، حبسوا علينا السبيطار ما خلوناش ندخلوا، دوك السيكيريتي ديال السبيطار شي نقز من الحيايط، شي نقز من الكطاح، شرا شحال من واحد راه كاين اللي مجروح، كاين اللي جينا دخلنا قول صحه وصافي. ملي جينا قال لهم الدكتور رشيد السيده راه ماتت، قلنا ليه علاش؟ ما فيها سميتو ما فيها لا لاطراس لا ديال، قال لك لا هذه من اولياء الله الصالحين. الدار البيضاء قال لهم راه ماتت، ما قال والو، راه مشات هي ملي داروا لها العمليه، قالوا لي راه ماتت، الغد عيطوا علينا، قال لك تعالوا راه صحيحه باقا حيه. هو كيفاش هذا التلاعب هذا؟ واش بنادم كيبقى ينقل في المدرسه يبقى ينقل ويمشي يركب على حاجه ما خداماش ليه؟ راه حرام هذا الشيء. واقع اختي دابا دارت العمليه نهار الجمعه، خرجت خرجت من العمليه بخير وعلى خير. كانوا عندها شي ولسيسات في القواط ودارت العمليه خرجت بخير وعلى خير. نهار السبت وهضرت ودوات وكالت، من بعد جاتها شي ما دايراش التحاليل ديال الحساسيه وجا شي اخناق. من بعد السيده توفات نهار 3 مع 10 و4 ديال الليل، وجانا الخبر ديال الوفاه، دفناها نهار الخميس نهار الاربعاء. من بعد انا ساكن في سيد الدهبي وهي ساكنه بن احمد، من بعد سمعنا الخبر ديال بان راه السيده راه عاود حياه، سمعوا شي حاجه في الروضه وهذه. جينا كنجري وصلنا الشرطه العلميه الله يجازيها خير ووكيل الملك وخدموا معانا ووقفوا معانا والله يجازيهم خير. طلب التصريح سيدي، نعرفوا السيدة كيفاش تقتلت، السيدة مشات صحيحة برجليها تسلقت جاية في الصندوق، ما شاء الله ماتت حياة شي ولا المسؤولية ديال من؟ كتوقع المسؤولية على العاتق ديال من؟ واش السلطات واش الأطباء واش الكلينيك ديال الطبيب؟ المسؤولية ديال الطبيب اللي دار العملية هو اللي تنظر، هي كاملة ترد عليه وليداتها. عاود لنا على وليداتها دابا كيف؟ وليداتها راه في حالة مسكن عاد الوالدة باكين خويا. حنا كنا كنلعبوا كورة، مشينا بقينا كندورو تماك، دخلنا الروضة حتى الجردة حدا الروضة كنلعبوا كورة تماك، دخلنا لقينا حال مرة كتزور في القبارة تلقينا غادة كتجري. مشى الراجل سولها قال لها خالتي مالك؟ هي قال لها راه سمعتي حد دقان، حنا ما تيقناهاش. مشينا حنا والراجل والدراري بزاف ياك، مشينا حطينا ودنا على القبر وكنسمعوا الدق ما تيقناش. حنا رجعنا الله وحنا تخلعنا حنا، تخلعت انا والدراري كلشي. الراجل سمع داك الشيء بقينا نسمعوا حتى تاكدنا مزيان ياك. هما يمشيو مشى ديكلارا الراجل ديكلارا وحنا بقينا كنسمعوا في الدقان ياك، ما تاكدناش بقينا كنسمعوا في الدقان، كنسمع بحال شي
الطابله ديال الشلاخ ولا شناهو ولا شي باع ديال الشلاخ كيدق فيه، هي كتسمع بحال هكا كدق شويه. بقينا مجموعين، مشينا خبرنا عائلته كلشي، غوتنا على خواتاتها وراجلها وكلشي كان في السوق راجلها وما عرفتش ياك، كلشي كلشي ياك. مشينا شويه بقاوك تجمعوا بنادم، بقاوك تجمعوا بنادم حتى 8 ونص بحال هكاك ولا 8 ياك، بقاوك تجمع في بنادم، بقاوك تجمع في بنادم شويه. امي سمعوها سمعوها، بقاوك يسمعوا فيها، بقاوك يدقوا عليها وكيسمعوا فيها، كيدقوا عليها في الحجره صافي. امي بداو الدراري يحفروا، بداو كيقولوا الله اكبر، العيالات بداو كيقولوا الله اكبر، عيالات هما سمعوا الدراري الصغار كلشي سمع، كلشي سمع الدقان، بداو كيحفروا شويه. ومن وصلوا لذاك الحيط هذاك الشيء هذاك الحجر، من وصلوا لذاك الحجر صافي بداو كيدقوا عليه، رجعت عليهم الدقه صافي. امي حفروا، جاوا البوليس هزوا داروا البالا صافي، حفروا على داك الشيء صافي. امي هزوه هزوه في الصندوق، من دو هازين في الصندوق انا غادي تابعهم من اللور ياك، وكتسمع الدقان وكتزعزع في الصندوق. فرحات مني جاو داك، هذيك الساعه كانت كتموت، هذيك الساعه هازين في الصندوق وكتركلوا داك الشيء وكتضرب في يداك وياك. عاوتاني وصلوا لسميتو، بدا الناس داك يقولوا الله اكبر الله اكبر، سمو واحد كدق ياك. من وصلوا لابيلانس دخلوا لابيلانس، والناس اللي كانوا معاه سمعوا دارت دخلت حنا النفس، دخلت حنا النفس باش تنفسوا شويه تماك، كيفاش ماتت تماك. وجابوا لهنايا ياكم خلونا ندخلوا، ما والو بنادم بزاف برا خلونا ندخلوا ما شي حاجه صافي، قالوا لنا ماتت وما يتفرجش بنادم.